أهلا معكم مشاهدينا من جديد، منحييكم عبر شاشة تيلي لوميير بلقاء جديد عم يجمعنا سوا ببرنامج تحقيقات. مثل ما تعودتوا كل أسبوع بهالوقت عم نتلاقى سوا لحتى نحقق ويمكن نعرف أشياء أكثر وأكثر من خلال المختبر على مواضيع كثير بتهمنا وخاصة موضوع المي. بالبداية خليني رحب بالدكتور عواد يلي عم برافقني بهالبرنامج. أهلا معك دكتور. مجور. دكتور عواد، كمان اليوم مكملين عن موضوع المي، وكل المشاهدين يلي رافقونا وتابعوا هالسلسله الحلقات عن المي مكملين اليوم لحتى نحكي عن المواد يلي موجوده بالمي ويلي ممكن تنفحص. حكينا عن اشياء كثير، حكينا عن الجراثيم يلي موجوده، حكينا عن اللون، حكينا عن يمكن هيك بتساعدني اكثر المواد العائل او يلي هي كمان انا تفاجأت كثير بس كنت عم تحكي بالحلقه السابقه عن في عنا حيوانات موجوده ممكن تنشاف على الميكروسكوب. اكيد ميكروسكوب يعني نعم، مجرد لانه في نوع معين من الحشره اللي بتبين اسمها باراميسي ممكن يبين، ويمكن ما حكيت شوي عن مدى خطورتها، ولكن شو ممكن اذا بقيت بالمي لوين ممكن تودي؟ كنت عم تقول انه بتعمل اسهال وهذه شغله كثير كثير خطره واصلا كثير موجوده بين عند المواطن، يعني اوقات بياخذوا مي ما بيعرفوا من وين وبصير عندهم مشكله بالاسهال. شو بعد فينا نحكي عن المواد يلي موجوده ممكن تنفحص بالمي؟ نعم، هلا بالنسبه للمواد العالقه نحن وصلنا بهديك الحلقة وخبرنا انه في نوعين، يعني البروتوزوار والسبوروزوار. نعم. هلا وصلنا كنا عم نحكي عنهم هدول وفسرناهم انه وسمينا اساميهم. هلا في كمان مواد تانية يلي هي بنسميها نحن باللغة العامة بنسميها الخز، انه المي وقت بتنحط بالشمس بتخزز بصير لونه اخضر، اوقات بتصير مايلة. يعني هلا هو اللون الاخضر، هلا حتى بفحوصات اللون نحن في شغلة ما انتبهنا نقولها انه بالكولور تبع المي في منهم بيجي بيقول لك انه هذه المي ملونه لونها احمر مائل الى الحمار مائل الى الصفار الى الخضار الى الزراء. هدول كلهم انواع الخز بلونوها، واوقات بتكون برودوي شيميك مواد كيميائيه ملونتها. بس كمان شو هو الخز؟ هلا رح نحكي عنه، بس دعوني حتى اوضح الشغله. بين المواطن ما لازم يرضى بفحص اذا عم بيعمل، حتى مش مواطن لو كان شركه ما لازم يرضى بفحص، انه اذا اجى واحد عمل فحص وقال له المي لونها مثلا مائل الى الحمار او الى الزرقاء او كذا، هيدا فحص منه علمي. بس بدنا نفحص نحن لون المي عندنا هدف تنبش على مصدر التلوث، مش بدي احمل ورقه بجيبتي اقول هذه لونها كذا المي كبه. ليش لونها كذا؟ ليش لونها كذا؟ شو طول الموجه؟ بدنا ننبش. يعني كيف يعني طول الموجة؟ يعني طول الموجة، اليوم عندي هاللون هيدا مثلا لونه أحمر، يعني أنا بفهم موجة راديو. هلا الألوان الألوان عادة مركبة، من في عندك ألوان مركبة بيكون هيدا أحمر، بيكون اللون الأحمر الغالب عليه، بس ممكن يكون داخله أخضر، ممكن يكون داخله شوية أزرق، ممكن يكون داخله شوية أصفر، وعادة الألوان بتجي من مواد كيماوية أو من الميكروبات بحد ذاتها بيكون لها ألوان. الجراثيم يعني يلي الخز بنعتبره كائن حي، عندك السيانوفيت، سيانوفيت بيعطي اوقات الوان زرقاء، في اوقات بيعطي اسود، بيكون في انكلوزيون للهواء جوا على الميكروسكوب بيطلع عنا لطشه سوداء. يعني التشخيص تبع الالوان وبعدين فحص اللون بحد ذاته، انه شو اللون الدومينو يعني المسيطر يلي قديه طول الموجه، يعني حتى المهندس او الشركه الأجنبية أو الشركة الوطنية المحلية اللي بدها تعالج المي تقدر تحدد، يعني يكون في تطابق بالفحص، إذا في غلطة تنكمش وتتصلح. صح. بهالموضوع، فإذا فحص اللون هو كناية عن دراسة مش فحص مادي. هذا قديش طول الموجة، لأن طول الموجة اللي بتحدد اللون، وشو الموجة يلي بتكون هي مسيطرة، يلي هي بتكون مسيطرة. نعم. هذا بالنسبة للون. هلا نحن قلنا إنه الخز كمان في عنا عدة أنواع من الخز يلي حكينا، مثل السيانوفيت بيعطي ألوان وكمان بيعطي روايح وبيعطي طعمات بالمي رديئة. في أوقات واحد بيفتح شغلة بده يشرب منها
بياخد جالون بشوف في طعم مدقه او في ريحه. هالروايح هن هدول الايض تبع الميكروبات تبع الجراثيم. كيف الانسان بيطلع ريحه عرق عنده او بيكون في التبول او البراز، هاي المواد يلي مثل النبات كمان وقت اللي بيعطي ويل اسانسيال، هيدا ميتابوليت سيكوندير يعني الافرازات كمان هذيك لها افرازات بتعطي طعمه بتعطي ريحه بتعطي ريحه. هلا فاذا لازم بس يكون في طعم وفي ريحه. كمان هيدي شبهه بالمي، المي لازم تكون طعمتها طيبه ولذيذه. شو يعني طيبه ولذيذه؟ طعمه المي منين بتجي؟ هلا فتنا على بارامتر جديد بالنكهه. يعني فحوصات النكهه بالمي، المي بتكون طعمتها لذيذة ومنعشة بنسميها. بالنسبة لأملاحها كمان لهم تأثير على الطعمة، وإفرازات الجراثيم لها تأثير على الطعم. إذا إفرازات الجراثيم غير موجودة بضل عندنا طعمة الأملاح، الأملاح لها نكهة معينة، يعني بنقول المي طيبة بس ما لها طعم. يعني طعمتها إنه ما عندها طعم، يعني صبح شوي هذا بس هيدا هو الصح. وبتكون مهضمة لأن فيها أكسجين وفيها شوية غاز فحمي وهيك. هلا غاز الفحم سوفورم دو بيكربونات، يعني تحت واوقات بيكون فيها غاز فحمي كمان دايب، المهم ما يكون تلوث غاز فحمي من معه يعني هيدروكربور معه تلوثات الجو. فاذا فتنا على بارامتر هلا على ثابته كمان بتنفحص يلي هي الطعمه والريحه يلي ممكن تسببها الميكروبات ويلي بيعمل انترفيرنس عليها الاملاح يلي بدنا نفت لها بحلقه املاح المي ونشوف شو تاثيرها على جسم الانسان. هلا المواد العضويه يلي هي مهمه من افرازات السيانوفيت يلي هالانواع من الخز يعني الضوئيه، هيدي النباتات الضوئيه اللي بدها ضوء تنمى، هيدي بتفرز مواد دهنيه بنسميها ليبويد. يعني بس مش مثل ما بيكتبوا، مثلا هلا بتروحي على بعض بلدان بيكتب لك عنين المي، رح نحكيها بحلقات متقدمه، بيحط لك كوليسترول زيرو. يعني هذا الشيء عيب واحد يحط على قنينه كوليسترول زيرو، لانه هو اكيد يعني طبعا عم يستغشي من المستهلك انه هذا مستوى صفر المستوى، ولا عم حط منين بده يجيها كوليسترول. هلا اذا كان فكره انه هالماتير الليبويد يلي جاي من افرازات الميكروبات، صبحت هذه مي قاسنه مي مجرير بيكون فيها، في نعمل لها فحص مية المجرور تنشوف قد فيها مواد دهنيه مواد شحميه بسمون فوج اف او جي. هلا هالمواد الشحميه هيدي بتنوجد بالمي بشكل طعمات اذا كانت مي طبيعيه، اذا كان فيها سيانوفيت او بعض الفيتوبلانكتون. يعني هالمواد يعني المواد العالقه بالمي يلي بتربع الضوء بدها ضوء. يعني الخز بيجي لانه بيكون في مواد، نوع الخز اسم من هالفيتوبلانكتون. يعني الخز يلي نحن بنشوفه بيعمل شيء اخضر لانه المي بتبقى بالفترة من الشمس، او احمر المي بتكون مبينه بمطارح كثير بيكون في مي لونه احمر بتسمي. يعني هي بيكون نتيجه ماده موجوده بهالمي تفاعلت مع الضوء وعطت الخز. هي ماده حيه، عطت الخز هي ماده حيه، هاي بسموها هدول بنسميهم فيتوبلانكتون. يعني الالج هدول هن الخز بالعربي شو بيقولوا الطحالب. يلي اصلا يعني موجودين بنشوفهم على شطوط البحر بمحل اوقات بنشوفهم على الدرج، بنكون نازلين على درج كمين. بلديه او على طريق بلديه مثلا ما في دعس كثير او مطارح الرطوبه بنشوفهم، اوقات بنشوفهم على الاشجار، اوقات بنشوفهم بالمي. هدول بيعطوا طعمات، بيعطوا لون، اوقات بيلونوا المي بيلونوها لون بتكون احمر بتكون بتسمم، بتكون مثل الماتير هيك فيسكوز شوي بيصير ما بعرف كيف بتطلع هيك. يعني اذا بدنا نفوت نخصص لهم حلقه ونقول لك اساميهم، عندي صور لهم انا. يعني انا عندي فحوصات مصوره لهم هالمي شو فيها انواع، هدول بنشرحهم بالدياجنوستيك. هلا نحن حلقتنا مخصصه حتى ما نعمل رامفيكاسيون كثير سوري، مخصصه بدي اجمع فكري فيها مشان نشوف شو اللي بينفحص من المواد. خلينا نحكي عن السي او دي اللي حكيت عنه هذيك المره ذكرته، شو هي المواد اللي موجودين؟ صح، بس بدي شدد على شغله انه من هالحلقه هلا اللي عم بحكيهم توصلت على شيء اسمه الطعمه والريحه. صح، يعني هيدي كمان فحوصاتها ضروريه وهيدي مشتركه مثل ما حضرتك سالتيني بين ميه الشرب، بين الاستعمال المنزلي وبين مي الصناعي. خاصة إذا كانت للمأكولات. وهون قديش دكتور عواد بنرجع لشيء ابتديناه بأول حلقاتنا، إنه الإنسان هو عنده المختبر الموجود بالإنسان هو الطعمة، والأهم شيء الطعمة ويقدر يشوف، يعني هذا هو المختبر والريحة الأساسي والريحة، حواس الخمس كلها إجمالاً. هون يعني بنقدر نحن من خلال قبل ما نوصل على المختبر، إذا بنشوف لون مي مغير بنعتبر إنه في شيء بالمي، وإذا الطعمة كمان مغيرة انا عرفت شو بدك. انا عرفت شو بدك، رح اعطيكي اكثر ما بدك. يعني حضرتك عم بتمثلي كمان
بالعلم اللي عندك اياه والمعرفه اللي عندك اياها عم تساليني سؤال، عارفه شو حاجه المشاهد والمواطن؟ انه بحب الانسان يفحص مي منه لحاله، انه يكتشف شيء قبل المحتوى. نعم. انا رح اعطيك اللي بدك اياه، بس ما في هون يكتشف، رح اعطيكي طريقه. نعم. خلص عرفت شو بدك انا. فيك تجيبي مي، اذا بدك تفحص انا رح اعلمك طريقه تفحص المي، كل انسان يصير يفحصها، بس مش طريقه، ما فيك تعملي دياجنوستيك كامل. نعم. تشخيص كامل، بس فيك تعرفي اذا في خطر ولا لا. بدون ما تستعملي حيوانات، بدون ما تستعملي شيء. نعم. بتجيبي قنينة مي معقمة بتعقميها، بتحطيها بالفرن تبع البيت على 250 درجة، المي انه قنينة تتحمل ويكون الغطاء تبعها معدني مثل قنينة المشروبات. نعم. بدون ما نسميهم، يكون غطاها حديد، بتحطيها على 250 درجة شو ربع ساعة بتتعقم. تاخدي بتعبيها من المي اللي بدك تفحصيها، هاي طريقة بيتية، بتعبيها من المي، بتشقشقيها شو 10 مرات وبتعبيها من المي وما بتخلي فيها أكسجين. في اسباب حتى ما نطول الشرح، بدي اعطيكي افاده دغري، وبتسكريها وبتجي على البيت، بس قبل بتكوني محضره فقاسه مثل اللي بفقسوا فيها الدجاج. يعني بده واحد انه اذا بدي اعلم شغله هيني بدها شويه عذاب شوي. نعم. يعني بتحضري كرتوني وبتحطي فيها لمبه، وبتحطي كمان يعني ما لازم هي يجيها هالقنينه ضوء، اذا فيك تحميها انه حرارتها تكون 30 درجه لا 37 درجة. هلا إذا 40 كمان بيكون أفضل. وبتحطي قنينة هالمي اللي عبيناها مسكرة لفوق ما فيها هواء أبدا، بتحطيها 7 أيام ل 15 يوم وبترجع بتفتحيها، يعني بجرثوماتها بالخز تبعها إذا فيها هالمواد ممكن تعمل خز بجميع الميكروبات اللي فيها. هلا هالقنينة هذه بتفتحيها بعد 15 يوم، من 7 أيام لل 15 يوم، وبتشميها. بده يكون واحد عنده ريحة شم، يعني يكون يقدر هون بده يستعمل الحواس، بده يستعمل حواسه اللي ربنا اعطانا اياه. يعني بده يكون واحد محافظ على هالمختبر اللي عنده اياه. ومنشمها اذا فيها روائح غريبة، الانسان بيعرف يعني هذا اكبر كمبيوتر هون هالسيستم هذا، اذا فيها اي روائح غريبة ويقدر يحطها على ايده ويعمل هيك، اذا فيها روائح غريبة يعني فيها نباتات جرثومية ممكن تكون خطرة ممكن تكون لا. نعم. كيف بيعمل لها استيماسيون؟ كيف بيقدرها؟ نحن بنعرف انه ريحه البراز كيف بتكون، ريحه الجي اجلك، ريحه الجيف، يعني بيقدر واحد يتخيل مدى خطورتها، بس هذا منه فحص مختبر، بس فحص مهم. نعم. هلا نحن في عندنا اجهزه اليوم مسوقه للناس العاديين يقدروا يفحصوا فيها، مش ضروري يكون عامل لابوراتوار، بس نحن هالجهاز هو ذاته عندنا اياه للابوراتوار، بيفحص عده اشياء، يعني بنفحص الريحه وبنعرف شو نوعها، نفحص الطعمة ونعرف شو نوعها. هالأجهزة اللي عم بيسوقوها حقها بالخمسة آلاف دولار بتفحص الريحة، هي كناية عن كمبيوتر، والريحة هي مادة كيميائية متطايرة بخورة، والطعمات ذات الشيء، يعني بتصير تعطي أزوت لأن الأزوت ما له طعمة، حتى تطير تتعمل يعني بتعمل مثل بولدير، مثل غازات كيف الأرجيلة كنا عم نحكي عنها، بتصير تعمل إكلاتمون هي وطالعة وبتطلع معها الروائح، فيها تفحص الريحه وفيها تفحص الطعمه، لانها بتكون هي معيره على شيء ستاندار. نعم. يعني هالكمبيوتر اللي فيها مجرب على هالريحه الفلانيه منين جايه، على الريحه بصير فيك تعرفي بجوف الارض بهالستيرن المحطوطه فيه بالارض الطبيعي شو ممكن تكون مرقه ومنها مصفيه، يعني بس بده يكون الانسان حكيم. نعم. عنده نوع من الحكمه ليقدر يشخص. نعم. نحن باللابراتوار عندنا المكنه الاباراي اللي اسمها كروماتوغراف، هي يلي بتحدد لنا يعني فيها تفحص هيك وغير اشياء، هاي بس فيها تفحص هالمواد. نعم. خلينا ناخذ استراحه دكتور عواد وبنرجع نحن والمشاهدين لحتى نكمل لقائنا ضمن برنامج تحقيقات.